أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين لفئة الفردي والفرق سلاح السبر للسيدات تتوافق مع السمعة الكبيرة والسجل الحافل للمملكة في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية. نعم، جاء ذلك لدى رعاية سموه ختام منافسات بطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين على صالة عيسى بن راشد للكرة الطائرة بمدينة عيسى الرياضية، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، وسعادة الشيخ إبراهيم بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الهيئة العامة للرياضة. توج سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة منتخب أوزبكستان الحائز على المركز الأول، ومنتخب بلغاريا الفائز بالمركز الثاني، ومنتخب كازاخستان الفائز على المركز الثالث. وأشاد سموه باستضافة بطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين والتي تعزز من مكانة البحرين كوجهة بارزة لاحتضان مختلف الفعاليات الرياضية بشكل عام وبطولات المبارزة بشكل خاص، بعدما نجح اتحاد المبارزة في تنظيم العديد من البطولات العالمية خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل ما تتمتع به البحرين من إمكانات متميزة وقدرات تنظيمية عالية جعلتها موضع ثقة من قبل الاتحاد الدولي للمبارزة. هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة جميع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى على مستوى الفردي والفرق، متمنيا لباقي المنتخبات التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.